تحية طيبة مشاهدينا نشرة الظهر من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. في إحياء الذكرى 62 لعيد الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يأذن بمجموعة من الإجراءات الاجتماعية والصحية لفائدة المؤسسة العسكرية. تثمين ثروات الصحراء بالجنوب التونسي محور دراسات استراتيجية لملتقى وطني بتطاوين، والمشاركون يشددون على تجسيدها لدفع التنمية بالجهة. الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده في مواجهة الهجرة غير النظامية، ويدعو إلى ضخ الأموال في صندوق الائتمان الإفريقي لإنشاء مراكز فحص للمهاجرين. أهلا بكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أثنى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثنى على الدور المحوري الموكول إلى مختلف وحدات الجيش الوطني بجميع اختصاصاته، كما أعلن رئيس الجمهورية جملة من القرارات بهدف مزيد تطوير العمل العسكري. بالثناء على الدور المحوري الموكول إلى مختلف وحدات الجيش الوطني بجميع اختصاصاته من أجل حماية الوطن والذود عنه، استهل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الكلمة التي توجه بها إلى التشكيلات التي حضرت اليوم إحياء الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني، هذه المؤسسة العسكرية التي راكمت النجاحات ووقفت سدا منيعا أمام التهديدات. هذا النجاح يعود بالأساس إلى التزام المؤسسة العسكرية بالحياد التام والقيم التي نشأت عليها لخدمة كل التونسيين والتونسيات بمختلف فئاتهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مما يجعلها تحظى بثقة عالية لدى الجميع. وبهذه المناسبة أعلن رئيس الجمهورية جملة من القرارات الهادفة إلى مزيد تطوير العمل العسكري مسيرة للظرفية التي تمر بها البلاد والمنطقة عموما، وضمانا لتسجيل مزيد النجاحات وكسب رهان الحرب على الإرهاب. راجعة قانون الخدمة الوطنية وإشكال هذه الخدمة بما فيها الخدمة المدنية علاوة على الخدمة العسكرية العادية، إلى التصنيع العسكري أهمية كبيرة لتطوير قدرات الجيش الوطني ونقل التكنولوجيا وتوظيف قدرات الشباب في مختلف الاختصاصات للحد من ظاهرة بطالة أصحاب الشهادة العليا. نثمن الاقتناءات العسكرية الأخيرة التي ستعزز حتما قدرات قواتنا المسلحة في تدخلاتها. ولتحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة الصحية بهم أعلن رئيس الجمهورية جملة من القرارات. نعلن بإحداث شركة بعث عقاري عسكري تتولى توفير أكبر عدد ممكن من العقارات، وذلك بأسعار تفاضلية صلب ديوان المساكن العسكرية. نعلن بإنجاز دراسة مشروع مركز عسكري للتشخيص المبكر للأمراض السرطانية وعلاجها وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية المتطورة. وفي ختام هذا الموكب قلد رئيس الجمهورية ثلة من العسكريين شارات الرتب والتوسيمة قبل أن يتحول إلى ميناء حلق الواد، حيث حضر استعراضا عسكريا شاركت فيه خافرات بحرية جديدة دخلت اليوم فعليا حيز الاستغلال وتعد مكسبا سيدعم حتما الترسانة العسكرية لبلادنا. إذن 62 عاما تمر اليوم على تأسيس الجيش الوطني، حظيت خلالها المؤسسة العسكرية بثقة جل التونسيين، ونأت بنفسها عن الصراعات السياسية والأيديولوجية، ووقفت في صف الوطن دون سواه. بانبلاج فجر الاستقلال كان من أوكد المهام لبناء أسس الدولة الجديدة تشيد هذا الصرح الشامخ. الجيش الوطني ليحمي الحمى في زمن كانت فيه القواعد الأجنبية الاستعمارية جاثمة على أطراف البلاد. وبالفعل لم يكتمل جوان 56 و900 ألف حتى أنشئت القوات المسلحة التونسية بعزيمة شباب يفور حماسا
وبخبرة بعض الضباط السامين القدامى، خطط زعيم الحبيب بورقيبة لتكوين عشرات الشبان بإرسالهم يتعلمون المهارات العسكرية حتى يكونوا نواة لهذا الجيش الجديد. وحالما تأسس الجيش الوطني حتى خاض أولى معارك النداء والتحرير ضد القوات الفرنسية بجنوب البلاد، وكانت معركة رمادة معركة رسم الحدود التونسية. وهكذا ساهم الجيش التونسي وهو لا زال بصدد التكون في الذود عن حياض التراب التونسي في أعلى تجلياته وأنبل أغراضه، وهي السيادة على الأرض وتأمين الحدود. ما كانت معركة الجلاء الخالدة حين كتب الجيش التونسي بدماء أبنائه ملحمة تحرير بنزرت. جنود وضباط سلاحهم الأكبر حب الوطن وفدائه، يعمر صدورهم المتقدة حماس لخوض الحرب رغم حداثة عهدهم بالجيش وقلة العتاد أمام أعتى القوات الأطلسية المدججة بحاملات الطائرات والقوات البحرية والجوية. ثم ساهم الجيش الوطني في مجهود التنمية وتشييد البلاد بناء وتخطيطا، هندسة وإنجازا في كل المنشآت الكبرى، زيادة عن التدخل الفوري خلال الكوارث والأزمات. الجيش الوطني ليس مدرسة للوطنية والفداء فحسب، وليس قوات مسلحة تردع وتحرس فقط، بل هو أيضا معاهد ومراكز تكوين تخرج منها آلاف الشباب في فنون المهن والصنائع، وهو كذلك كفاءات طبية عسكرية تشع على كامل أفراد المجتمع. وللجيش الوطني أياد بيضاء خارج الوطن من خلال مساهمته في إحلال السلام في بؤر القتال وميادين الحروب الأهلية. واليوم يخوض الجيش الوطني أروع الملاحم ضد هذا الوباء الإرهاب، فيؤمن الحدود ويقطع أوصال كل نوايا الغدر بأمن البلاد والعباد. وقد دفع الجيش بسخاء أرواح أبطاله فداء للوطن، وهو الآن في طليعة من يحمي ثغورنا وصدورنا عيونا ساهرة، سيما وأن الجيش يتحمل بكل نجاح مسؤولية الإشراف الكامل على المناطق العازلة. عاش الجيش الوطني صورا للوطن يحميه أيام المحن. إثر الإعلان عن استشهاد الراعي محمد الجريري، ندد مجلس نواب الشعب في بيان له مساء أمس بممارسات العصابات الإرهابية واستهدافها للمدنيين العزل وترويع الأهالي وترهيب الشعب. وأكد مجلس النواب في هذا البيان تمسك تونس بقيم الديمقراطية والاعتدال والوسطية والتسامح والوقوف في وجه كل متطرف وإرهابي ومحاربة الإرهاب بمنأى عما وصفه بالمصالح الحزبية والفئوية الضيقة. وكان الراعي محمد الجريري استشهد مساء أمس بالمستشفى العسكري بتونس متأثرا بإصابته بعد تعرضه أول أمس إلى اعتداء من قبل مجموعة إرهابية بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعامبي من ولاية القصرين. وأكد العقيد بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أنه تم نقل الراعي المصاب من المستشفى الجهوي بالقصرين إلى المستشفى العسكري بتونس بواسطة مروحية عسكرية لتلقي العلاج، غير أن الإصابات المتعددة والخطيرة التي تعرض لها أدت إلى وفاته. في الشأن التربوي، تنطلق غدا أولى اختبارات دورة المراقبة لبكالوريا 18 و2000 والتي ترشح لها 40,369 تلميذا وتلميذة. دورة تتواصل فيها الاختبارات على مدى 4 أيام، على أن تعلن النتائج في 7 من شهر جويلية المقبل. في موضوع آخر، تثمين ثروات الصحراء بالجنوب التونسي كانت محور دراسات استراتيجية طرحت للنقاش والمتابعة ضمن ملتقى وطني أكد خلاله المشاركون على أهمية تجسيد الدراسات على أرض الواقع بهدف دفع التنمية الاقتصادية. أبحاث متعددة في مكامن التنمية بالصحراء التونسية ودراسات استراتيجية عديدة أنجزت حول تثمين ثروات الصحراء في الجنوب التونسي. دراسات وأبحاث بقيت في الرفوف بحسب المختصين ولم ترى طريقا إلى التجسيد والتفعيل والاستثمار.
احنا عندنا برشا مشاريع في الصحراء، عندنا واحات صحراويه يلزمها تقام. النموذج نتاع رجيم معتوق لابد ان يحتذى به ويطور. عندنا موضوع برج الخضره لابد ان تحيا، هذه الواحه ميته الان لابد ان تحيا وتقام معها الدراسه اللي عملوها في اقامه واحه جديده. وفي ملتقى وطني نظمته هذه الجمعيه بحث في هذه الدراسات الاستراتيجيه ومبادره لإيجاد حلول لتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. انطلقنا في إعداد استراتيجية لأفق 2035 للإقليم الجنوب، فيها قسط هام للجنوب الصحراوي، وانطلقنا بعد في استغلال وتثمين هذه الدراسة باستغلالها في إعداد المخطط التنموي الحالي، أنشطة اقتصادية أخرى من أهمها الطاقة البديلة والسياحة الخصوصية البديلة الصحراوية العائلية في هذا الفضاء الصحراوي. صحراء تونس صحراء ثمينة غنية جدا، تونس طبعا تزخر بهذه الصحراء الخيرات اللي نقولوا كانت منسية، الآن لابد أن تتكاتف الجهود نمضي عليها الغبار. المطلوب هو استغلال المياه الجوفية اللي موجودة في الصحراء، استغلال الطاقة الشمسية اللي هي موجودة في الصحراء، استغلال الرياح اللي في الطاقة البديلة، معناها باش ننجو بالطاقة البديلة، ما نسحقوش باش نهزوا الكهرباء من المناطق من تطاوين الغادي. صحراء ولاية تطاوين وتوزر وقبليه، ولا سيما على المناطق الحدودية الجزائرية التونسية الليبية، ثروات عديدة طبيعية قادرة على إحداث نقلة نوعية للتنمية في تونس بحسب المختصين متى وجدت الطريقة المثلى للاستغلال. خلال افتتاحه لمنتدى نادي البنوك والمؤسسات المانحة للقروض الذي يقام لأول مرة في تونس، أكد وزير المالية رضا شلغوم أن الاندماج في القارة الإفريقية خيار تونس منذ الاستقلال، وأن دعم وجود البنوك التونسية في الدول الإفريقية في الوقت الراهن من بين التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة، وذلك عبر توفير الأطر القانونية والتشريعية اللازمتين. بنوك تنجم تمول المشاريع المشتركة، البنوك تنجم تسهل التمويل المشترك للمشاريع، تنجم تقدم المعلومة حول الوضع الاقتصادي في البلد اللي يتم العمل عليه بالنسبة للمؤسسات التونسية مثلا، وهذا الدور ينجم يتطور إذا كانت البنوك تخدم في إطار قانوني وإطار فني ملائم اللي يمكنها من أن تكون عندها القدرة على تقديم هذه التمويلات في محيط اللي ما تكونش فيه مخاطر كبرى. وكذلك العمل المشترك من أجل إحداث بنوك تونسية مع عديد الدول في النيجر في السنغال، وكذلك اليوم بنك الإسكان قام بعديد العمليات المشتركة في هذه البلدان. اقتصاديا دائما وفي إطار تنويع الشراكات ودعم حضور المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية، التقى اليوم مختصون في القطاع أو في قطاع النسيج والملابس من تونس بنظرائهم من روسيا، وذلك في إطار استراتيجية لتطوير الصادرات من النسيج نحو السوق الروسية ب20%. احتضنت دار المصدر اليوم لقاءات ثنائية جمعت مؤسسات عاملة في مجال النسيج والملابس الجاهزة من تونس بموردي ملابس من روسيا، وذلك في إطار استراتيجية متعددة المراحل لتنويع الشراكات والارتقاء بنسبة تصدير النسيج نحو الوجهة الروسية بحلول سنة 19 و2000. سوق كبيرة تقريبا 40 مليار تستورد في العام تقريبا، معناها قد ميزانية تونس. احنا معناها تموقعنا ولا حاصل تو اللي نصدروا فيه حكايه يعني ضئيله جدا 0.05%. احنا هدفنا كون اقل شيء نعملوا معناها اوبجيكتيف نتاع 20%. عملنا لقاءات ثنائيه تجاريه سويت ليتود هذيك الدياغنوستيك اكسبور اللي صار في موسكو ومن بعد سان بيترسبورغ. الحمد لله جاونا يمكن 70 مؤسسه روسيه، الهدف منه هو دعم صادراتنا للسوق الروسيه. مركز مخزون الصادرات حطنا بالمؤسسه التونسيه الرغبه في اقتحام السوق هذايا، وانا قاعدين وان شاء الله ربي يوفقنا. سوق واعده الهدف نتاعو هو لي زيكسبورتاسيون دي برودوي فيني، اي نو با معناها لي برودوي سوتريتي.
تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة يطرح بديلا عن تخصص المؤسسات التونسية منذ عقود في منتجات المناولة في قطاع نسيج، ما يوفر فرصا جديدة للاقتصاد التونسي، مسار تعول فيه المؤسسات التونسية على الخبرة والجودة والإبداع لتلبية حاجيات الشركاء الروس في المجال. نحن مؤسسة تملك أكثر من 400 متجر في روسيا، ونحن بصدد القيام بمشروع جديد للملابس العائلية. مشاركتنا اليوم تهدف للبحث عن منتجات ملابس للنساء والأطفال والرجال. نحتاج أيضاً للمزيد من الخيارات لملابس الجينز باعتبار أن سلسلة إنتاجها طويلة. نحن نريد شركاء يؤمنون حاجياتنا من الملابس في أقصر الآجال. فمتعنا هي تسويق منتوج جديد، فتح سوق جديدة. هي المنتوجات متاعنا وضع توسكي جينز بورتسوير. الفرق اللي نتفرقوا به كتونس على المنتوج الموجود حالياً في روسيا هي الكاليتي. كلهم تو قاعدين يشوفوا يلقاو في الجوده عاليه، ولكن قاعدين نتناقشوا معهم نتحاوروا في الاسواق. الجوده التونسيه ماهيش موجوده في روسيا، هم يحاولوا اليوم باش نغلبوهم بهذيا. ومن المنتظر ان تستمر اللقاءات الثنائيه بين المؤسسات التونسيه والروسيه بزياره ميدانيه لمصانع الانتاج من اجل تحقيق الاهداف المطلوبه في مجال تصدير الملابس والنسيج. في المجال السياحي، اختارت شركة عالمية تنظيم رحلة استطلاعية لإطاراتها وموظفيها إلى جزيرة جربة مع عطلة نهاية الأسبوع. 1000 سائح قدموا من فرنسا إلى تونس في إطار هذه الرحلة إلى الجزيرة التي تم تصنيفها مؤخراً أفضل ثالث وجهة سياحية في العالم. حركية سياحية مكثفة شهدها مطار جربة جرجيس الدولي، حيث توافد على الجزيرة 1000 سائح من فرنسا لأول مرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالجزيرة لاكتشافها والتجول في مختلف مناطقها. نحن هنا للمشاركة في ملتقى عطلة نهاية الأسبوع بتونس لاكتشاف البلاد، ونحن مبتهجون. هي المرة الأولى التي أزور فيها تونس. الاستقبال كان رائعاً وحاراً جداً. قالوا لي إنها جزيرة جميلة، ثم تبين لي ذلك عبر الإنترنت، وهي زيارتي الأولى إلى تونس. جئت للمرة الثانية إلى تونس، زرت سابقاً الحمامات وكانت رائعة جداً، واليوم نحن متلهفون لاكتشاف جزيرة جربة التي لا أعرفها. وصول هؤلاء السياح بهذا العدد يأتي في إطار عملية تجارية ترويجية للموسم السياحي بجربة، هذه الجزيرة التي تم اختيارها كثالث أفضل وجهة سياحية في العالم. 2000 ضيف نقول أنا يمثلوا شركة عالمية اختارت جزيرة جربة لتنظيم رحلة استطلاعية للموظفين متاحة والإطارات العليا. هذا مزيدنا كان حفز وتشجيع، يعطي زادة سيت عالمي لجزيرة جربة اللي هي اختيرت في الأسبوع الفارط كثالث أحسن وجهة عالمية، وزادة الكونفيونس اللي رجعت للسوق الفرنسية اللي هي سوق تقليدية مهمة. عملية تسويقية للسياحة بجربة ستنعكس إيجاباً على مؤشرات الموسم الصيفي بالجزيرة، واستعداد من كل الأطراف المتدخلة في القطاع لإنجاحه واستقطاب أكثر عدد من الأسواق السياحية خاصة منها التقليدية. دولياً، وغداة القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل، دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، دعت الدول الأعضاء إلى ضخ المزيد من الأموال في صندوق ائتمان إفريقي. يأتي ذلك في وقت انتشل فيه خفر السواحل الليبي نحو 1000 مهاجر في 3 عمليات خلال يوم واحد. أمام تسارع وتيرة عملية الهجرة غير الشرعية في عرض البحر، وأمام تدفق المزيد من المهاجرين غير الشرعيين على متن قوارب الموت على الدول الأوروبية، حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، حثت الدول الأعضاء على ضخ المزيد من الأموال في صندوق ائتمان إفريقي، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مراكز فحص للمهاجرين خارج أوروبا. إن الصندوق أثبت أنه مفيد وحقق نتائج، ولهذا السبب نطلب من الدول الأعضاء المزيد من الأموال في صندوق الائتمان الإفريقي، ونأمل العمل في هذا الاتجاه. ومن المقرر أن يعطي قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع الضوء الأخضر لخطط تهدف إلى فحص أوضاع المهاجرين لتحديد مدى أهليتهم كطالب لجوء في مراكز بدول تشمل الجزائر وتونس وليبيا والمغرب ومصر
والنيجر، وتعكس هذه الخطط اتفاقا توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2015 بهدف تشجيع أنقرة على وقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية. وتبلغ تكلفة هذا الاتفاق أكثر من 3.5 مليار دولار. يأتي هذا التطور غدا قمة أوروبية في بروكسل ناقش فيها قادة دول الاتحاد الأوروبي المقاربات المشتركة المتعلقة بقضايا اللجوء والهجرة. وقد دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى عقد اتفاقات بين عديد الدول الأعضاء لمواجهة ملف الهجرة والذي لم يحرز الاتحاد بشأنه تقدما. وقد انعقدت القمة الأوروبية في جو من التوتر في وقت ترفض فيه كل من إيطاليا ومالطا استقبال مهاجرين على متن سفينة وهي في عرض البحر. في تطورات الوضع في سوريا، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا من المقاتلين عند تصدي قوات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي للهجوم الذي شنوه في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وتم خلال هذه المواجهات تدمير عدد من المدرعات وسيارات رباعية الدفع لهم، بينما لم تتكبد قوات الجيش أي خسائر وفق المصادر الإعلامية الروسية. فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في أكبر تحد انتخابي واجهه منذ 15 عاما ليحكم تركيا تحت نظام رئاسي بصلاحيات وسلطات واسعة حتى عام 2023 على الأقل. هكذا احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في أكبر تحد انتخابي واجهه منذ 15 عاما ليصبح أول رئيس لتركيا بعد تحولها للنظام الرئاسي بموجب تعديل دستوري أقره استفتاء شعبي العام الماضي. وبهذه القبضة يستعد أردوغان لحكم تركيا حتى عام 2023 على الأقل بعد فوزه وحزبه العدالة والتنمية في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، متفوقين على معارضة موحدة اكتسبت زخما كبيرا في الأسابيع الأخيرة وبدأ أنها قادرة على قلب النتيجة. وفيما تعهد أردوغان من شرفة مقر حزبه في أنقرة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وببدء إصلاحات اقتصادية ترفع قيمة الليرة التركية التي خسرت نحو 20% من قيمتها هذا العام، دعا مرشح أكبر أحزاب المعارضة محرم إنجي أردوغان إلى إنهاء الانقسام بين الأحزاب السياسية في تركيا. وكان إنجي المنافس الأبرز لأردوغان في الانتخابات قد حصل على نسبة تفوق 30% من الأصوات مقابل أكثر من 52% لأردوغان. وبانتهاء الانتخابات المبكرة بأكثر من عام عن موعدها الذي كان مقررا في نوفمبر لعام 2019 القادم، يبدأ العمل في تركيا بنظام رئاسي يلغي منصب رئيس الوزراء، بما يعني أن بن علي يلدرم سيكون آخر من يشغل هذا المنصب في تركيا. ويركز النظام الرئاسي الجديد السلطة التنفيذية بين يدي الرئيس أردوغان الذي سيحافظ أيضا على قيادة حزبه السياسي، وسيتمتع بصلاحيات واسعة تسمح له بالسيطرة على السلطة القضائية. الجمعية الوطنية التركية وهي المؤسسة التي أقامت الجمهورية التركية ستفقد أيضا الكثير من صلاحياتها، بما في ذلك سلطة فرض الضوابط على الرئيس الذي سيكون في المقابل قادرا على حلها في أي وقت. ويقول منتقدون أن هذا النظام سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والبلد الذي يسعى إلى الانضمام للنادي أكبر 10 قوى اقتصادية في العالم بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية في تركيا. في أخبار الرياضة، يتابع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عشية اليوم تحضيراته للمواجهة الأخيرة التي ستجمعه بنظيره البنامي لحساب الجولة الثالثة من نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا. تحضيرات المنتخب ستسجل غياب كل من ديلان براون وصيام بن يوسف بداعي الإصابة، وكان المنتخب الوطني غادر المونديال حسابيا رفقة بنما بعد الهزيمة في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من إنجلترا وبلجيكا اللذين تأهلا إلى الدور الثاني من انتصارين متتاليين وبست نقاط لكل منهما مقابل صفر من النقاط بالنسبة إلى المنتخبين التونسي والبنامي إلى حد الآن في انتظار مواجهة يوم الخميس المقبل.
ويسعى المنتخب الروسي مستضيف المونديال إلى الانفراد بصدارة المجموعة الأولى عندما يواجه بعد ظهر اليوم منتخب الأوروغواي في الجولة الثالثة. وكان المنتخبان تأهلا إلى الدور القادم من انتصارين متتاليين على منتخبي السعودية ومصر اللذين لم يحصدا أي نقطة لتتوقف مسيرتهما مبكرا في المونديال بعد أن عجزا عن حصد أي نقطة في انتظار مواجهتهما اليوم في الجولة الختامية من الدور الأول. أما بالمجموعة الثانية فسيشتد التنافس على الصدارة بين كل من إسبانيا والبرتغال، حيث يملك المنتخبان 4 نقاط في ظل عدم حسم أمر التأهل إلى حد الآن. وبعد جولتين اكتفيا خلالها بالتعادل في الأولى قبل الفوز بصعوبة في الثانية لتبقى كل الفرضيات ممكنة بالنسبة إلى التأهل الذي سيكون كذلك مطمح المنتخب الإيراني صاحب النقاط 3 من انتصار وهزيمة، حيث يسعى كارلوس كيراش المدرب البرتغالي لمنتخب إيران لتحقيق الحلم والإطاحة ببطل أوروبا، فيما سيكون المنتخب الإسباني في مهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب المغربي أفضل المنتخبات العربية والذي غادر المونديال مرفوع الرأس إثر مباراتين لم يحالفه فيهما الحظ. ونختم بمواكبة لاختتام الدورة 51 لمهرجان الساف بالهوارية، وهي تظاهرة ثقافية سياحية تهدف إلى المحافظة على التراث البيئي للجهة وتثمينه. 3 أيام البداية ليها تواصلت فيها فعاليات الدورة 51 لمهرجان الساف بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، تظاهرة ثقافية سياحية غايتها المحافظة على التراث البيئي وتثمينه. فقرات متنوعة تحتوي على تنشيط المدينة، سهرات، حفلات ليلية، هناك قوانين صادرة صارمة في يخص الطيور. وزارة الفلاحة، إدارة العامة للغابات، نقلنا عملية مسك الصيد طائر الساف والبرني. التظاهرة إضافة إلى فقرات إطلاق طائر الساف ومسابقة الصيد تضمنت عددا من الفسحات الثقافية التنشيطية عبر برنامج فعاليات متنوعة، فانفجر الإبداع الشعري احتفاء بالطائر المميز للجهة، بينما كانت المحافظة على ميزات النوعية والجنس التونسي لطيور الساف سبب عدم العمل على تدويله. ونخاف احنا يقع تهجين اكل الأنواع، توريد الانواع هذيك الانواع الخليجيه مثلا ولا الموجوده في اوروبا، ويفسد لنا سبيسيمان المختصه به منطقه الجبال الهواريه. نعم 94 من ربي في الطير هذا. كل عام نحظى الوقت هذا. ما نخلف حتى طير. هذا يا فرخ ولد، معناها فرخ يسمى، احنا نقولوا فرخ، معناها ولد السنين هذايا. عنده معناها عام تو. مترشح انا للنهائي في الرمي بالسيف، وجينا اليوم باش نشاركوا في النهائي. اي بعد ما نكملوا احنا الصيد نتاعو معناها ونشدوا السيف هذايا، نمشيو معناها ندربوا ونصطادوا به السمانه. وبعد السمانه نستناو المهرجان كونوه ونزيدوا ندربوه اكثر واكثر حتى لين معناها يولي معناها قابل للمنافسات الكبيره. مهرجان من أعرق مهرجانات ولاية نابل اختتم بتوزيع جوائز على أصحاب الطيور المشاركة في المسابقة، ليبدأ الاستعداد للدورة 52 في الإبان بأمل اتساع الرقعة الزمنية والدعم المادي في السنة القادمة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في إحياء الذكرى 62 لعيد الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يأذن بمجموعة من الإجراءات الاجتماعية والصحية لفائدة المؤسسة العسكرية. تثمين ثروات الصحراء بالجنوب التونسي محور دراسات استراتيجية لملتقى وطني بتطاوين، والمشاركون يشددون على تجسيدها لدفع التنمية بالجهة. الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده في مواجهة الهجرة غير النظامية، ويدعو إلى ضخ الأموال في صندوق الائتمان الإفريقي لإنشاء مراكز فحص للمهاجرين. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.